الحجيج يهلون بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك استجابة بعد استجابة، هل أنت تستجيب إلى الله في الحياة كلها؟ ثم تقول إن الحمد والنعمة لك والملك. أسألك أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، إذا كان الحمد والنعمة والملك لله وبيد الله فلماذا تخاف؟ لماذا تخاف؟ كل شيء له، وكل مخلوق له، وكل شيء هو خالقه وهو ربه، فكن مع الله واحفظ الله يحفظك. ما أجمل هذا النداء، لا أن يقوله الحاج فقط والمعتمر فقط، ما أجمله أن نقوله في حياتنا كلنا. سمعت أذان الفجر لبيك لا شريك لك، داعي الصدقة لبيك لا شريك لك، داعي الفلاح لبيك لا شريك لك، تذكرت قيام الليل فقمت في آخر الليل لبيك لا شريك لك. والله ما عاش العبد مستجيبا ملبيا مخبتا يسكب العبرات على ذنوبه إلا لقي الله وقد رضي الله عنه. اجعلوا التلبية شعاركم ودثاركم وعنوانكم. أليس في العشر الأوائل من ذي الحجة الحبيب أمرنا أن نكثر من التهليل والتحميد والتكبير؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا شعار أهل الإيمان في العشر، لكنه شعار أهل الإيمان طول الدهر. فيا عبد الله قل لبيك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والرغباء إليك، والعمل قصدي حياتي لك يا رب. اللهم يا رب أنجنا بالتوحيد من عذاب النار.